ابنتي معتلة ودامبولة في جزيرة سريلانكا. هذه الأماكن في الإقليم الأوسط في سريلانكا والطقس جميل. ترون هنا معسكر الجيش السريلانكي، هذا أحد المعسكرات المشهورة في سريلانكا. والمكان أخضر والطقس جميل والهواء لطيف والماء عذب ونظيف. ترون هناك أشجار الموز، وكما ترون هناك شجرة القطن وراء أشجار الموز. والمكان رائع جداً.